في ظل ظروف صحية استثنائية وصعبة تشهدها البلاد على غرار باقي بلدان العالم نتيجة لتفشي وباء كورونا المستجد، وتزامنا مع حلول عيد الأضحى المبارك، وضعت مصالح الدرك الوطني برنامجا أمنيا وقائيا خاصا بالمناسبة. وضعت قيادة الدرك الوطني مخططا أمنيا وقائيا خاصا يهدف إلى حماية الأشخاص والممتلكات العمومية والخاصة، مع التركيز على التدابير والإجراءات التي من شأنها الحفاظ على النظام والسلامة والصحة العمومية، بما في ذلك السهر على نظافة البيئة والمحيط اعتمادا على خصوصية الشعيرة التي تشهدها هذه المناسبة الدينية المتمثلة في اقتناء وذبح الأضاحي. ويرتكز هذا المخطط أيضا على العمل الجواري وتثمين الخدمة العمومية، بما في ذلك التوجيه النجدة والإسعاف وتقديم يد المساعدة للمواطنين خاصة في المناطق المعزولة، مع ضمان التدخل السريع والفعال عند الضرورة. تطبيق جملة من التدابير الوقائية للتصدي لهذه الجائحة، بالإضافة إلى تسخير الإمكانية البشرية والمادية اللازمة من أجل ضمان تغطية أمنية شاملة خلال يومي العيد. وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف، تم تكييف وتدعيم التشكيلات الثابتة والمتنقلة للدرك الوطني لضمان المراقبة العامة للإقليم ليلا ونهارا، لا سيما من خلال تكثيف الدوريات المترجلة والمحمولة، مع وضع نقاط مراقبة إضافة إلى السدود المقامة على مختلف مخارج ومداخل التجمعات السكنية، مع السهر على تطبيق إجراءات الحجر الصحي حفاظا على الصحة العمومية وفقا للإجراءات الوقائية المتخذة من طرف السلطات العمومية. إجراءات عديدة تم اتخاذها من أجل تهيئة الأجواء الأمنية الضرورية للمواطنين، تهدف بالأساس إلى تحقيق سلامة المواطن وحماية الصحة العمومية خلال عيد الأضحى المبارك في أجواء آمنة تسودها السكينة والطمأنينة.